السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أيش عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. التربية العراقية تحدد موعد انطلاق الدور الثالث للثالث المتوسط. حددت وزارة التربية يوم السبت الموافق 27 تشرين الثاني الجاري موعد لانطلاق امتحان الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط، وقالت في بيان أن هذا الامتحان سيشمل الطلبة المكملين في الدور الأول التكميلي بدرس أو درسين، بالأضافة إلى أنه يشمل طلبة الدور الثاني الراسبين بدرس أو درسين. وذكرت الوزارة أن الامتحان يبدأ في تمام الساعة 1 ظهرا حسب توقيت مدينة بغداد. توضيح من التربية بشأن ملف هدم المدارس الآيلة للسقوط. أوضحت وزارة التربية تفاصيل ملف هدم المدارس الآيلة للسقوط في البلاد، ويقول المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق أن موضوع هدم المدارس قديم ويعود للعام 2012 وليس للعام الحالي، حيث كانت مدارس آيلة للسقوط وهدمت، وكان من المفترض أن تبنى مدارس بديلة لها، لكن الأزمة المالية حالت دون إكمال هذه المشاريع. وحول عدم استغلال الوزارة فترة تفشي وباء كورونا لهدم وإعادة تأهيل المدارس، يبرر فاروق ذلك بأن الأمر كان صعبا خلال العام الماضي لأن الأزمة المالية عصفت بجميع الدول والمؤسسات، وكان من غير الممكن إتمام هذه المشاريع بذلك الوقت، مؤكدا عزم الوزارة على تقديم منجز في هذا الملف. ويوضح أن هناك 1000 مدرسة تقريبا تم تسليم الأراضي الخاصة بها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتم إكمالها خلال أوقات محددة وبتصاميم مختلفة عن الحالية، وستبدأ مرحلة بنائها وتجهيزها قريبا، مبينا أن كل المدارس والمشاريع المتلكئة يتم العمل عليها. وهناك تقريبا 400 مدرسة تم إكمالها ودخلت حيز العمل خلال الفترة الماضية القليلة. يشار إلى أن بعض المناطق في أطراف العاصمة بغداد شهدت هدم المدارس فيها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، وتم على أثرها دمج المدارس في بناية واحدة رغم بعد بعض المدارس عن منازل الطلاب.